هروح بس لزميلتي سالة حامد، موجودة في صالة الشهداء في النادي الأهلي، بتابع مباراة العودة بين الأهلي والطيران. مساء الخير سالة، نعرف منك، أنا عارف إن دلوقتي أعتقد في بريك، فنعرف منك أجواء المباراة والنتيجة وصلت لغاية كام دلوقتي. مساء الخير زميلي احمد، طبعا برحب بيك وبالتاكيد برحب بضيوفك الكرام وكابتننا طبعا الكبار الكابتن اشرف ممدوح والكابتن رامي ربيع وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما انت قلت حاليا يا احمد، انا متواجده داخل صاله الشهداء من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره طبعا عشان انقل لحضراتكم الاجواء بخصوص بتاكيد مباراه العوده زي ما انت قلت، مباراه الاياب ما بين الاهلي والطيران في الدور التمهيدي لبطوله السوبر او دوري السوبر لكره السله سيدات. خليني سريعا يا احمد طبعا اقول لك، يمكن كابتن طارق خير استعد للمباراه بشكل جيد، يمكن كمان في المباراه مع لعيبه الدرجه الاولى متواجد العديد من اللاعبات من 18 سنه وال 20 سنه كمان بيشاركوا في المباراه. يمكن كابتن طارق خير فضل انه يعني يصعد العديد من اللاعبات يكونوا متواجدين في مباراه اليوم. كمان خليني اقول لك انه اول كوارتر وثاني كوارتر من عمر المباراه يمكن خلص، والنتيجه حاليا لصالح نادي الاهلي 45-11 امام نادي الطيران، يعني دقائق ويعني المباراه زي ما انت شايف ورايا. المباراة طبعا هتستمر ما بين الاهلي والطيران، يمكن حاليا احنا متواجدين دلوقتي في البريك او يعني الوقت الراحة اللي ما بين النادي الاهلي والطيران. يمكن خلاص المباراة حاليا بدأت يا احمد، طبعا الاهلي يعني في المباراة بيأدي اداء قوي، اداء متميز امام نادي الطيران، فان شاء الله يعني النهاردة المباراة تستمر وتخلص لصالح النادي الاهلي وفوز النادي الاهلي النهاردة في مباراة الطيران، وطبعا الصعود للادوار القادمة من بطولة الدوري. والان العوده مره في الاستوديو طبعا، الكلمه ليك يا احمد تفضل. كل التوفيق للنادي الاهلي. اعتقد سلل يعني المواجهه حسمت من مباراه الذهاب اللي انتهت بفارق كبير جدا في النتيجه 97-27، وبالتالي ان شاء الله باذن الله التاهل للادوار النهائيه باذن الله مضمون لينا. يعني هنتابع مع حضراتكم طبعا. بشكر زميلتي سلا حامد الموجوده في صاله الشهداء في النادي الاهلي، وان شاء الله كل التوفيق لنجمات سله الاهلي.